معي أحجام عقول لوامع وحزني أبهى من صروح الجوامع فإني أعد النوح والدمع والأسى عقيدتي الأبهى وأسمى شرائعي فيا من ترى نوحي شكاية عاجز ودأبي على التنحاب حجة خانعي أنا زينب شيخي إذا قيل كربلاء وزين عباد الله أعلى مراجعي وما قيمة الإنسان إن هل عاشر ولم يك في يوم الحسين بجازع وإن فؤادا لا يذوب لفقدي حرام عليه المكث بين الأضالع فإن كان حالي بعد ألف كما ترى كم سنة مرت خفت الونة شوف شلون أنت بمحرم نفسك محموم قلبك مهموم فإن كان حالي بعد ألف كما ترى فما حال من عاشت بتلك المصارع أوالي وما حالها والشمر يلهب متنها حتى على أخوها ما خلوها تنوح وما حالها والشمر يلهب متنها ويسلب لؤمان طاهرات المقانع إلا لو فاتك الحجي المحب عرج على حسين بتشوف قبة من ذهبها تعشي العين انتم اهل ونا ومشتاقين الى الزياره شقد القلوب متلهفة يلا خلنا نشوف اشتياقكم إلى إمامكم الحسين رضا من الجنة وتربة ما مثلها ليل ونهار ملاك مختصة لجل
فاجت بقبر حسين وفاج اللي اعتنى لها وادخل على هون وسكينة وصيح يا حسين يلي بلا ناصر بقى وانحاز وريدا جينا نزورك من مكانات بعيد نسلم على أولادك والأرواح السعيدة بس ننظر الشباك تجري دمعة العقل نوقف على قبرك نصب الدمع نثار الأكبر علي نزورا وجملة ذيك لنصر والجاسم اللي انكسر عرسي بضحوة نهار عدنا سؤال سائلك جاوبنا يا حسن ايش عندك قال عن طفلك المذبوح ما ندري بقبره جاوب لسان الحال يا شيعة الزهر انا طفلي على صدري والسهام نابت بنحرة عباس اخويا على الشريعة بغير شفة ساقي عطا شكر بلا وبدر الهواش متحسر على الماي يم الماي نايم زور ضريحة واندبوه بدمع ساجم ردوا المخيم قبل تنشف دمعة العقل ليه من وصلت الخيام ذكر ذيك لخدو يوم احرقوها وفرت اطفالي بالبرو وذكروا خواتي يوم طلعت ما لها شعور فروا ولا يدرون صوب الدرب من وين بعد ويش عندك يا ابو علي قالوا ذكروا الحوره كان مريتون بالتل يوم صرخت يا حسين حتى صوتها انشل وش عندها زينب يقول الخيام حرقوها ولا برقع لنا ظل وسمعت صيحتها وانا معفر الخدة ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ما ظلمون
هنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. نوروا قلوبكم وطيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. ارحمنا بمحمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المولى تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة يخبر بأن هناك فرق بين المخلوق الممكن الوجود وهو الإنسان وبين الخالق الواجب الوجود. هذا الإنسان الممكن الوجود يختلف حاله، ليس على صراط واحد، تارة يكون على صواب وتارة يكون مخطئ، تارة يبلغ الكمال في عمل، تارة تعتريه السفاهة في عمل آخر. هو الإنسان نقص في نقص، من قرنه إلى أخمص قدميه هو عين الفقر، عين الحاجة. غارت إن هذه الدنيا، متشبث بهذه الدنيا، مثل ما يعبر أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: مسكين يا ابن آدم، مسكين، أوله نطفة قذرة وآخره جيفة مذرة، وهو ما بينهما يحمل العذرة. ما بين النطفة والجيفة، يقول أمير المؤمنين، مثل البرميل اللي مملوء أوساخ أجلكم الله. قارة هذه الدنيا، فالمخلوق الممكن الوجود هو عين النقص، ولذلك هو معرض إلى السؤال على اعتبار أنه قد يخطئ، قد يصيب. لماذا صنعت هذا؟ لماذا فعلت هذا؟ ليش سوى الإنسان هذا العمل؟ أنت عرض إلى السؤال، لأن حالك مو واحد. أما الخالق الواجب الوجود، هذا حال ما يختلف، دائما على صراط الرحمة، دائما على صراط الحكمة، دائما على صراط الجود، دائما على صراط، هو مجمع الكمالات تبارك وتعالى. ولذلك يقول في الآية المباركة: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من هذه المقدمة أيها الأحبة نطرح هذا العنوان: ما موقع الإنسان في عالم الوجود، وإلى أين المسير؟ شنو الغاية؟ حتى تكتمل الصورة أكو عدة تساؤلات نمر عليها. التساؤل الأول، حتى تعرف هدفيتك من الوجود، لازم نتساءل: لماذا خلق الله تبارك وتعالى هذا العالم بأسره اللي أنا موجود فيه؟ عالم الأرواح، عالم المادة، لأن العوالم مو عالم واحد موجود، احنا ما اطلعنا على بقية العوالم. أكو عالم الجبروت وهو عالم العقول الكلية، أكو عالم الملكوت وهو عالم الأرواح، أكو عالم اللاهوت وهو عالم تجلي صفات الله وأسمائه الحسنى، أكو عالم الناسوت، عالم المادة الذي نرزح نحن تحت قيوده. هذه عوالم كلها، ليش الله خلقها هذه؟ الفلاسفة يقولون هناك عندنا إجابتان، هنا إجابتان. الإجابة الأولى، يقول الفلاسفة: ما كان اقتضاؤه ذاتي لا يعلل. ايش معنى هالكلام؟ قالوا الآن مثلا النار والمستجار بالله، النار
اقتضاؤها الذاتي شنو؟ الحرارة. النار دائما حارة، فلأن اقتضاءها الذاتي الحرارة بعد ماكو مكان إلى واحد يجي يسأل يقول ليش اليوم النار حارة؟ هي كل يوم حارة، هي ذاتها حرارة تقتضي الحرارة. فأنت لو جيت تقول ليش النار حارة الناس بيضحكون عليك، صح لو لا؟ شو السؤال هذا؟ ماكو إليه مكان. على مستوى البشر أكو صنف من الناس معدنه ديدنه الكرم، كريم معروف عند الجميع، من خلقته كريم، لأن الحديث الشريف شي يقول؟ يقول الناس معادن كالذهب والفضة. أكو واحد معدنة تقول هذا الله مثل الذهب هذا ما يتغير، أكو واحد مثل الفضة، أكو واحد نحاس، وأكو واحد حديد ومصدي بعد، وأكو واحد تراب. البشر هكذا، فاللي ديدن الكرم ومعروف بالكرم ويا أهله ويا جيرانه ويا أصدقائه عايش وديدنه الكرم، مليء كرم من قرن إلى أخمص قدمي كرم، إذا أظهر الكرم يجي واحد يسأل يقول ليش هذا كريم فلان؟ ليش ما صار بخيل؟ لماذا هذا؟ يقول لك ليش تسأل، هذا كريم. إذا واحد شجاع وديدنه الشجاع وأظهر موقف شجاع بعد ما إلي مكان سؤالي هذا ليش فلان عنده شجاعة؟ يقولون لي الناس هذا شجاع ديدنه الشجاعة. فإذا طبقنا هذا المعنى على الله تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل أيها الأحبة اقتضاؤه الذاتي الكرم والجود والعطاء يسبغ النعم على كل الناس. هو خالق مبدع، ماكو مكان إلى السؤال ليش الله عز وجل ينعم على المؤمن على الكافر على الفاسق على كل الناس ينعم عليهم الله عز وجل. هو ديدنه الكرم والعطاء، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الله يعطي الكل، يبدع ينشئ، ومبدع الوجود، فلا مكان للسؤال كما يقول الفلاسفة في هذا المكان. الإجابة الثانية، قال الفلاسفة الفاعل الناقص مستكمل بعمله والفاعل الكامل غايته إظهار ذاته. خلينا نوضح، الفاعل الناقص اللي هو أنا وإنت، مثل ما أشرنا النقص من كلنا نقص، إحنا نحن عين الفقر. فأنت عندما تكون أمي تبحث عن الكمال في هذا النقص تروح تتعلم، صح لو لا؟ تريد تكون متعلم تسد هذا النقص، تتزوج لتسد نقصا، ينجبون إليك أولاد لتسد نقصا، تعمل لتسد نقصا بعد. هذه النواقص كلها اللي حايطبها، كل عمل تقوم به من أجل أن تسد هذا النقص، لأن أنت عين الفقر وعين النقص. أما الخالق الكامل الفاعل الكامل، الله ما محتاج لشيء، ما عنده نقص الله عز وجل، مثل ما أشرنا هو عين الكمال مجمع الكمالات. هل خلق الوجود ليسد نقصان؟ هو كامل الله عز وجل، عند كل شيء قبل أن يخلق كل شيء، ما محتاج إليك. خلقك لو ما خلقك لا راح تزيد مملكته ولا راح تنقص مملكته، هو كامل كمال تبارك وتعالى. زين ليش خلق الأكوان؟ ليش خلق البشر؟ خلقهم لإظهار كماله وإظهار جبروته. لما يمر عليك الحديث القدسي كنت كنزا مخفيا فأحببت، التفت إلى الكلمة أحببت، إذا دقيقة الكلمة، أنا ما محتاج لشيء، أحببت أن أعرف فخلقت الخلق كي أعرف. أنا خالق هالخلق لأني مجمع الكمال وأريد منهم أن يتبعوا خط الكمال، لأنك ستعود في يوم من الأيام إلى مجمع الكمالات وهو الله تبارك وتعالى. فخلق الخلق من أجل هذا الغرض أيها الأحبة، كما يقول الفلاسفة. السؤال الآخر شوية أداق، الله عز وجل عندما خلق الإنسان أكو شخص يعلم بأن مصيره إلى الجنة، وأكو شخص يعلم بأن مصيره إلى النار، يعلم لو ما يعلم؟ يعلم.
ولذلك أنت تقرأ في القرآن الكريم قليل من عبادي الشكور، قلة، أكثرهم لفاسقين، تخلقهم إلى النار، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس بتوديهم إلى نار جهنم. لماذا خلق هذا الخالق؟ يجيب العلماء هالإجابات. الإجابة الأولى يطرحون نموذج، يقولوا له أكو مزارع وعنده بستان، يريد يزرع هذا البستان كل أشجار تفاح. مو عندنا بالبحرين واحد يجرب تزرع تفاح تطلع عليك ما أدري شنو، ممكن بربير يطلع فيه بدل التفاح، ما عندنا حتى لو سويت أي ظروف إلا بعض الظروف الخاصة يعني على أي اتحاد. فيبغي يزرع هذا البستان كله تفاح، وضع البذور. المزارع عنده علم ويقين بأن بعض هذه الأشجار أساساً ما راح تنبت بعد، وبعضها الآخر بتنبت بس ما بتثمر، وبعضها الآخر بتثمر بس ما بيكون الثمر ذات جودة. يعلم المزارع. وكذلك الإنسان أيها الأحبة، عندما يكون في هذه الدنيا مثل البذرة، البذرة ليش ما طلعت؟ لأنها تصارع عوامل المادة، تصارع التربة، تصارع الحرارة، تصارع الرياح، تصارع العناصر الكيميائية الموجودة في التربة وغيرها. فإذا انتصرت على هذه العوامل وهذه المواد تطلع لك ثمرة، وإذا ما انتصرت ما تطلع ثمرة. كذلك أنت، أنت ما تجي إلى هذه الدنيا إلا بعد أن تتصارع مع عوالم شتى، ظروف جمة. أنت قبل أن تأتي إلى عالم الدنيا هذه النطفة، النطفة تتداخل فيها آلاف الأعراق من أجداد ومن أخوال، وشوف من هو يصيدك بعرق عام، أنت وحظك. تصارع هذه النطفة، بعد هالصراع إذا استقرت في رحم المرأة تبدأ تتصارع في المرحلة الحاضنة كما يعبر عنها العلماء، المرحلة الحاضنة. عندما تستقر النطفة في رحم المرأة يقول العلماء الجنين يتأثر بكل شيء يؤثر في أمه، نفسيتها إذا صارت وسواسية، إذا صارت ما أدري شنو، هذا كله يؤثر في الجنين. ومن المستحبات يقول العلماء أن المرأة الحامل قد ما تقدر تكون على وضوء في كل الأوقات، قد ما تقدر تصلي الصلوات في وقتها، تكثر من قراءة القرآن، وإذا تقدر تصلي النوافل والمستحبات، لأن الجنين في الفترة الحاضنة يتأثر بهذا كله. هذا بعد شلون إذا صار الجنين مسكينة امرأة وجننوها أولادها وجننها زوجها وظلت حتى روحها تضربها بعد، مش بيطلع الجنين مجنن مسكين، مش بيطلع بعد هاي الفترة الحاضنة. بعدين عندك الفترة أو مرحلة التربية، عندما يخرج من بطن أمه يصير الصراع بعد أقسى، بيتصارع ويا المجتمع، ظروف المجتمع، أمه وأبوه، أخوانه، أخواله، تتوسع دائرة المجتمع. إذا كان مجتمع منحل، إذا كان مجتمع فاسد، شلون يدخل هذا الإنسان في هذه الصراعات؟ إذا انتصر على هذه الصراعات فإنه يسير نحو الكمال. ترى الله خالقنا إلى الكرامة. المجتمع الفاسد مو حجة، المجتمع الفاسد مو حجة يا مؤمن. كل الديانات الوضعية والديانات السماوية وحتى اللي حرفت الديانات عندها مبادئ ثابتة، هذه ما تتغير. الأخلاق كل الديانات تطالب بالأخلاق الحميدة، ماكو ديانة وضعية سماوية تقول أن الرذيلة محللة، ماكو عندنا ديانة إلا المنحرفين عاد، ماكو عندنا ديانة تقول أن الرذيلة، الكذب، النفاق، الرياء، هذه كلها أمور يرفضها العقل، العقلاء يرفضونها. الله عز وجل أودع في الإنسان، كل إنسان على وجه المعمورة، فطرة سليمة أنه يحب الخير، يكره الظلم، يحب الأخلاق الحميدة، يمشي هاي فطرة الله تبارك وتعالى التي فطر الناس عليها، أعطى كل إنسان. فإذا انتصر الإنسان على هذه العوامل فإنه يسير نحو الله تبارك وتعالى. الله يقول في القرآن الكريم
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة هي طريق الكمال، يعني الله خالقنا إلى الكمال، كرمنا بني آدم، الله عز وجل يقول خالقنا إلى الكمال، إريدنا أن نتلمس درجات الكمال التي وصل إليها عباده المخلصون. وأعظم من وصل إلى الكمالات اللي عبر عنهم الحديث: إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء، هم محمد وآل بيت محمد. هؤلاء الخمسة ما وصلوا إلى الكمالات عبثاً، لا لا، بعملهم بعبادتهم. ولذلك التفت الإمام زين العابدين لما يشوفون في هالعبادة يقول لي: أتعبد هكذا وجدك أمير المؤمنين؟ التفت إلى ابن الإمام الباقر: ناولني صحيفة جدي أمير المؤمنين. فيناوله الصحيفة، يفتحها، يصك الصحيفة ويزداد نحيباً وبكاءً: أين أنا من عبادة علي؟ ها؟ وصلوا إليها بالعمل، وصلوا إليها بالعبادة، وصلوا إليها بالتقوى، وصلوا إلى درجات الكمال. أنت مطالب أن تصل لدرجات الكمال، أنت مطالب، أنت مخلوق للكمال يا مؤمن، مو مخلوق للبلاء، مخلوق للنار، خلقت للكمال. أنت في يوم من الأيام ستذهب إلى مجمع الكمالات، فبأي وجه تقابله؟ شي العمل اللي راح تقابله به؟ خلقت في هذه الدنيا وأنت في دار ممر إلى دار مقار، دار الكرامة، دار الكمالات. المطلوب من الإنسان أن يسعى للكمال، مو يقول أنا وصلت إلى هالمستوى من العلم وانتهى الموضوع، لا، اسعى إلى الكمال فيه. العبادة لا ترضى على روحك أنك تصلي الفرائض فقط، لا، اسعى للكمال. ترى الجنة مو رتبة واحدة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أكو واحد يدخل الجنة ويعطونا بيت مثل بيت الأسكان اللي موجود، حدك أنت، هذا عملك، شو نسوي فيك بعد؟ هذا حدك. إيه، بس أهم شيء يدخل الجنة الواحد. واحد لا يدخل الجنة وعنده قصور وعنده من العطاء، عملك في الدنيا شنو أنت؟ الكمال الذي سرت إليه، شو قدمت على هذا المنوال وهذا الطريق؟ رغم الظروف، العوامل التي تصارع، مثل الصراع اللي دخل فيه الإمام الحسين، ما شفته، تصارع مع الدنيا، كل الدنيا يريدون يحيد عن طريق الكمال. حاد الإمام هذا بالأمس مطرود من وطن جده، واليوم نقرأ ناعية أن الإمام الحسين مطرود من حرم الله. اقتلوا الحسين ولو كان بين الركن والمقام، اقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. انت تدري الحسين لو اعطى يده ما يعطونا الدنيا؟ يعطونا الدنيا، بس الحسين لا، لن يحيد عن طريق الله، ولم يحد عن طريق الله قيد أنمله. شوف الكمال اللي وصل الى الامام الحسين سلام الله عليه، هذا اللي أنت تستشعر من كمالات الإمام الحسين سلام الله عليه. كمالات الإمام، يطوف حول الكعبة وإذا يسمع صوت، لطالما يعرف هالصوت، لأنه لطالما هزه في مهده، ينادي: حبيبي حسين، أبا عبد الله. اتلفت: من المنادي؟ قال: أنا سادسكم أهل الكساء، أنا جبرائيل. أخي جبرائيل، ما الخبر؟ قال: أبا عبد الله، أخرج من بيت الله الآمن، لا يستباح دمك فيه. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، والله لا أكون أنا من تستباح به حرمة الكعبة.
أخي عباس، نور عيني علي، قاسم، جعفر، عون، انصبوا لي منبرا، نصبوا إليه منبر أسندوه إلى جدار الكعبة. أشرق الحسين على الناس كأنه الشمس الطالعة. متعودين الإمام كل يوم يصعد المنبر يعلمهم في شؤون دينهم، حياتهم، صلاتهم، صيامهم، كأن دين جديد. تتذكرون بالأمس الإمام يقول لم يبق من الدين إلا صبابة وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، كأن دين جديد. إلا هاليوم الحسين صاعد المنبر مخطوف اللون، الكسيرة على وجهه، الناس تركت الطواف ودارت حول الحسين حلقا حلقا. ذكر الله فأثنى عليه، ذكر النبي فصلى عليه قائلا أيها الناس خط الموت على ولد آدم، وين صلاتنا وين صيامنا يا أبو علي، إيش عندك ويا الموت؟ قال خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، خير لي مصرع أنا لاقي وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. ألم مناد وإماما فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه حتى يوفينا أجور الصابرين، لن تشد عن رسول الله لحمته وإنها مجموعة له في حظيرة القدس، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده، ألا فمن كان باذلا فينا مهجته لبيك يا حسين لبيك، وين تلبياتك لبيك؟ ألا فمن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا فإني راحل إن شاء الله مصبحا. ضج الناس ضجة واحدة في أمان الله، في دعة الله، أخذ يطوف حول الكعبة وإخوة عن يمينه وعن شماله يلبي تلبيات، والملائكة تلبي معه، الناس تلبي بتلبياته، لكن تلبيات مختلفة عن تلبيات الحجاج. نادى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لباك نحري المنحور لبيك، لباك صدري المكسور لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك بذبح رجالي، لبيك بذبح رضعاني، لبيك بسبي نسائي لبيك. يقول لبيك يا ربي أبا شد العصايب،
لبيك ساعدني على مقاس المصايب، لبيك صبرني على فراق الحبايب، بنزع احرامي وارتحل دون المحرمي. لبيك كان بذبحتي تسلم الشيعة، خلهم يذبحوني وسلموني الوديعة، وان كان ترضى بذبحة حسين رضيعة. لبيك خلنا ننذبح ونشيد وانك يا ابو فاضل لبيك. قال امضي الى زينب طلع النساء قل لهم بنطلع من بيت الله. اقبل العباس وقد لبس المخيط، دخل على زينب، اول ما شافت زينب فرت مذعورة صائحة نائحة لاطمة على وجهها. ايوا ذلا ايوا اخا، ايش فيكم يا ابو فاضل نزعتون الاحرام اليوم ثامن؟ قال شو اسوي يا زينب، اخوك الحسين نزع احرامه. قالت واخا وين ابو علي؟ دخل الحسين ضمته زينب نور عيني يا بقية الباقين كسرت قلبي، نازع احرامك، الناس جايين يحجون بحجك وانت طالع. قال إيه يا زينب استعدي لحج في واد غير هذا الوادي، عدنا هرولة وعدنا طواف وعدنا أباحي يا زينب. قالت ما سمعنا بحج إلا بهالوادي يا أخوي. أي وادي اللي عندك؟ يا الحجي ما هو بالحج، حج يوم عاشور، صدري الكعبة والنحر نحر المنحور وحجر النبي إسماعيل ذبح ابن المبرور، حشري ونشري في طفوف الغاض، أنا عندي ضحايا ما أحب ضحى مثلهم، عندي ضحايا بكربلاء شبان، الأرض ترجف والسماء تبكي لجلهم، هاي التعاينهم ضحايا الغاضر. أنا فيها بهر واليوم حجي سبعة أشواط، كل ما يطيح شباب أطلع لي يا زين، يا المروة المعركة والصفا الفسطاط، وأنا الكعبة والحجر وأنا المحتاط، وما مبيتي في منى في الغابر. بعد يا ابو علي قال وما مفيض الحاج شال الحرم للشام، وما الدعاء والتلبية ضجت الأيتام، تا
تبكي وتنعى والدمع بالخد سجام. ضيعتنا يا حسين برض الغاب، آجركم الله جهزت الضعينة، سترت المحامل، أركبت العلويات، كل واحد دخل وطلع النساء بذمته، دخل الأكبر، دخل القاسم، دخل بنو هاشم، صارت الضجة بالمحامل بالبكاء والنحيب. إجا الحسين كل ما شاف طفلة طفل يبكي ياخذ بخواطرهم من محمل إلى محمل، وصل إلى محمل أخته رفع ستار المحمل فلم يجد زينب، صاح أين فخر المخدرات. أخواني العائلة كلها طلعتونها وزعيمة العائلة وينه؟ علي ولدي يا نور عيني ادخل إلى عمتك زينب قل لها بنروح كربلاء. دخل الأكبر وإلا زينب واضع راسها بين ركبتيها، قال عمّا يا عمّا يا عمّا قومي إلى المحمل. رفعت راسها تقول له ولدي أنت أمك مو بذمتك، خواتك مو بذمتك. قال له أنت بعيوني بعد يا عمّا. قالت لي يا ولدي لا لا أنا أريد اللي متكفل بالمحمل. طلع علي الأكبر أبا 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 ما طلعت عمتي زينب. قال وين شمامة الحسن؟ ما تقدر تكسر بقلبه هذا، ادخل يا ولدي جيب عمتك زينب. دخل القاسم أول ما شافت زينب فزت من مكانها وضمت إلى صدرها منادية وأخا وحسنا. لا يكون جاي تطلعني يا ولدي، أنا ما أبغي أكسر بقلبك، بس أكو واحد داق على صدره من المدينة، وين وين أبو فاضل؟ بانت علي الذلة يا ولدي. طلع القاسم عما إن عمتي مروعة تريد كافلها. صاحب فاضل طلع اختنا زينب وسكن خاطرها ترى مروعة. دخل ابو فاضل جثى بركبتيه امام زينب ضمها الى صدره ومد ايده اليها قومي قومي يا زينب الكافل موجود. قالت نعمين يا ابو فاضل، الناس متجمع عند باب الحسين ينظرون ماذا يصنع، لهم دوي كدوي الناحل. اتقدم أبو فاضل على زينب وصرخ صرخة في وجوه العالم غضوا الأبصار حتى تجوز مخدرة علي. هذه ما واحد شايف خيالها. قدم أبو فاضل، تعرف المخدرة شلون تدخل المحمل؟ خليني أوصف إليك حتى المصيبة بعد تهيج بقلبك أكثر. إذا يريد أبو فاضل يدخل زينب المحمل يركبها بالمحمل يجثو بركبتيه أمام المحمل، وإجي زينب وتخلي رجلها على كتف أبو فاضل وإيدها بإيد أبو فاضل ويدخلها المحمل بالهون. يلا يلا خلينا نقرأ هذه الأبيات، هذه أبياتكم وانت خطيب وياي هذا اليوم، مأجور مأجور، الله يعودكم ان شاء الله. يوم الذي راعي الشيء انواي شد الراحل جاب المحامل للحرم كل فارد وجهد طبلعت زينب مبتسم
يلا وياي عباس راع قال لها يا بنوة تعالي قومي نروح الكار قالت لأخويا ما أحمالي ياهو الذي يتكف قال لها عيناك بشوري أمرك نواد نتمثل طلعان وعيا باسي حاد وضع عن ضجهلا كل ساعة عباسو مأجور محمل الحق كل ساعة وياي محمل صدل الحسين وناشد شنهي نزلتك بالفال قال لا يا خويا نزلت تدري بخيتنا مدد ما تعرف الذل والهاب ربيت على العز والعون لكن ليتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربلاء اللي يحدي للناقة زجور وقايد خواتك حرملة صارت يا ابو فاضل مركبينها بالمحمل خايفين عليها تعرف شلون طلعت من كربلاء على ناقة عجفاء لا غطاء ولا وطاء لها مشت الضعينة وإذا بصوت حزين من خلف الضعينة ينادي ريضوا للعليل ريضوا للحزين صاح الحسين أبو فاضل أوقف الضعينة لقد خرج الواله الحزين يمشي وطيح على الأرض ابن الحنفية ينادي اخذوني وياكم ترجل الحسين من على جواده أقبل إلى أخي رفعه من على الأرض وضمه إلى صدره أبو علي أبو علي وين طالع بالضعينة وصوت النساء بالبكاء والنحيب وأنا مودنهم يا أبو علي أسمع ونين زينب أسمع ونين خواتي والأطفال والبنيات وين رايح يا أخوي قال أخي محمد السنة أنا حجي في وادي غير هذا الوادي والمناسك ما تتم إلا بأختي زينب قام يخاطب بعد أبيات الدعاء وأسألكم الدعاء يخاطب أخوه شو يقول إليه يقول لي بتقصد كربلاء يا حسين زينب لا توديها بتقصد كربلاء يا حسين زينب لا توديها خلها في وطن جدها وابو جاسم يداريها شيل الحرم والاطفال وادي كربلاء ودها
وزينب لا تطلعها يا خويا عن وطن جدها حزينة تكسر الخاطر دمعتها على خدها يا خويا لا تسكنها بوادي غير وادي. يلا اسمع جواب الحسين واطلب الرخصة منك اليوم ثالث وين مودنا الخطيب بس اسمع لسان حال ابو علي ليش مودي زينب قال يا خويا قدر الباري على خدها الدمع يجري اذا شافت شمر بن عال متربع على صدري أخويا قدر الباري على خدها الدمع يجري إذا شافت شمر بن عال متربع على صدري قابض شيبتي وبالسيف يا محمد يحزن أحري يظل بالصوت يألمها وتذوبني ببواجيها بيت الدعاء بيت الدعاء لا هدأت هلون على أبو علي هنيئا لك وايش بعد عندك يا ابو علي قال بترجع لك يا ابو جاسم بعد ما تنسى بيل الشام اه محني الظهر وتصيح وياها حرم ويتام اختك ما بتعرفها اختك ما بتعرفها يوديها الدهر جدام تجي لك راسها الشايب وتنزف دم اياديها حسين يا حسين خليها ضجه حسين